أكثر لنا كم يوم عم نركض ركض ويا دوبنا، واليوم رحنا اشترينا أغراض العرس. ما خلينا محل بالسوق يعتب علينا. صحيح كان في زحمة كتير، بس انبسطنا في شغلات كتير حلوة وما حسينا بالوقت. تمشينا واشترينا حتى انه كنا رح ننسى الموعد اللي جايين عليه. طيب اشتريتوا كل يلي ناقصكن؟ لا مو كل شيء، بس كمان مو ضروري، نشتريهم بعدين بغير وقت. بس خلصتوا القسم المنيح من اغراضكم. ايه باين كريم اليوم باذل مجهود، ما سمعتي صوته؟ ايه مزبوط، حتى بتصليح البيت ما تعبت مثل اليوم. لا تبالغ. لسه ما طلع معنا غير هالمشوار وبلش يتعب. صحيح، بس مبسوط كتير. أنا شايفة إنه أموركن منيحة، مبسوطة لأنكن تجاوزتوا كل المحن والمشاكل ووصلتوا لهي المرحلة، ودعم أهلكن إلكن كتير إله دور كبير. صحيح، أنا بعرف إنه لسه الخطوات يلي عملتوها بسيطة ولسه في قدامكن طريق طويل، بس بمجرد نزلتكن اليوم على السوق لتجهزوا خطوة مهمة كتير بالنسبة لوضعكن. بهمني أعرف شو شعور كل واحد منكن هو عم يخطي هالخطوات هي، وبشو عم بيفكر كل واحد فيكن كمان، وشو بيعني له أي شي من يلي عم بتساووه هلأ. اليوم بدي أسمع منكن عن هاي القصص. أنت احكي. لا احكي أنت، يلا. بصراحة كل شي كان منيح، وحتى أكتر ما أنا كنت متوقعة، بس بصراحة خايفة وحاسة أنه كريم خايف مثلي. من شو؟ أنا مو خايفة من الزواج لأنه هاي النهاية الطبيعية، ونحن الاثنين بدنا، بس خايفة يطلع لي شي ينزع علي فرحتي ونغصني، خايفة أخسر السعادة اللي وصلت لها، خايفة اللي عم ابني لحياتي انهد بلحظة. ليش حاطة ببالك انه في حدا ممكن يخرب حياتك؟ ما بعرف. وانت كريم نفس الشي كمان؟ ايه صحيح، كمان عم فكر هيك. طيب برأيكن ما في سبب لشعوركن بالخوف هذا انتو الاثنين سوا بنفس الوقت؟ يعني كيف اشرح لك؟ من جهة انا حاسة حالي فرحانة ومبسوطة وما حسيت بهيك شعور بنوب، بس فجأة بحس في شي عم بيقول لي لا. انتبهي لا تسرحي بشعورك زيادة لانه ممكن يصير اي شي انت مو حاسبة حسابه. هو ما في سبب معين بحد ذاته لخوفي، وانتي بتعرفي نحن ما عم نعمل شي غلط، واهالينا موافقين على كل شي، وانا وكريم متفاهمين ومنحب بعض، وعن قريب كمان رح نتزوج ورح نعيش ببيتنا الجديد سوا، بس ما بعرف ليش هذا الشعور بالخوف. يلي حاسستيه عادي كتير، وخاصة بعد ظروفك يلي مرقتي فيها، انتي عشتي نفس الحدث بظروف صعبة، معي انتي؟ غصب عنك وخسرتي أغلى شي عندك بالوقت يلي ما كنتي متوقعة أو متخيلة يصير فيكي هيك. يلي عشتي بالماضي عايش جواتك، وطبعاً هذا أمر طبيعي، واللاوعي عندك عم بيحاول يحميكي من فرط المشاعر مو أكتر، ما بده إياكي تنجرفي وتنصدمي مرة تانية بحياتك، وهذا شعور طبيعي كتير. بس أنا متضايقة من هذا الشعور وبس بدي أتخلص منه. وأنا حابب وبدي نبدأ حياتنا بعيد عن الماضي، بعيد عن كل الأسى اللي فيه. وأنا متأكدة إنكن رح تنجحوا بهالشي لأنكن متعاونين وحابين بعض وعندكن إرادة قوية، والشي الأهم إنه فاطمة صايرة منفتحة وعم بتعبر عن مشاعرها بكل صراحة ومن دون ما تكون خايفة. أنا فخورة كتير فيكي يا فاطمة، حققتي شغلات كتير حلوة، وخوفكن يلي عم تحكوا عنه رح يخف مع الأيام، ورح يوصل لمرحلة رح يختفي، وهذا الشي بإيدكن انتو الاثنين.